هعملها بالطريقة الكلاسيك اللي بتتعمل بيها. ليه لقمة القاضي ما بتبقاش مقرمشة؟ من كل أنحاء العالم هنعمل إن شاء الله النوع اللي انتوا عايزينه. فن الأكل وفن الطهي اللي احنا بنشتغل فيه وبنحاول ان احنا نعمل الأطباق الجميلة، الأطباق اللي انتم بتطلبوها وبتحبوها. وفي نفس الوقت عشان اقدم جديد احنا هو يا مدام منى حماس من البدايه. احنا بنتكلم على الافكار الجديده اللي مدام منى نفسها تعملها. مدام منى عامر طبعا خبيره التغذيه، اهلا بحضرتك معانا وصباح الخير. اهلا بيك. اهلا استاذ، اهلا بحضرتك. قد ايه يعني حماسها جميل وطلتها حلوه، ومن ساعه ما جت الناس كلها عماله تيجي حواليها عايز تصور معاها عايز تتكلم معاها. الانسان الجميل المتميز الفنان دايما بيلاقي رد فعل من الناس. صباح الخير. صباح الفل. اخبار حياتك ايه؟ تمام الحمد لله. طالما مصر هتبقى حلوه لازم كلنا نبقى حلوين ان شاء الله باذن الله. مدام منى طبعا يعني حضرتك نقول ابتديتي الانطلاقه الاولى لبرامج الطبيخ والاكلات الغريبه والمختلفه من خلال شاشه التلفزيون، والناس بعد كده بقى ايه يعني مش ورا حضرتك في الطريق الجديد. على فكره مش الغريب. لا الجديد، الاكلات الجديده اللي ممكن نكون ما سمعناش عنها قبل كده. اكلات الشعوب الثانيه الغريبه بالنسبه لنا في بعض الاحيان، بس كلنا كنا بنستطعمها وبنستنى ازاي هنعمل ايه. مدام منى هتعمل ايه الحلقه الجايه؟ وبعد كده اختفي يعني مشيتي، سبتي الساحه ومشيتي. ليه مدام منى؟ يعني انا لما الاحداث اللي حصلت في مصر دي انا اعتبرت ودايما بقول الكلام ده انه مصر دي امي. لما تكون عيانه وكانت عيانه انا تحت رجليها قاعده تحت رجليها، لانه الطهي بالنسبه لي ده فن. الفن ما اقدرش امارسه وانا شايفه امي عيانه، ما ينفعش. انا بشتغل بحب، بشتغل بفرحه، ما ينفعش ابقى فرحانه وملا البق كده والدنيا مقلوبه بره والناس بتموت والكلام ده، ما اقدرش خالص. صح. لازم المواضيع اشوف ومصر ترسى وتبتدي تستعيد صحتها، ساعتها اقف بقى واعمل اللي انت عايزه. احنا ابتدينا نقف ونستعيد صحتنا تاني والدنيا ماشيه زي الفل. عشان كده انا ابتديت اهو. ايوه ايوه. ابتديت ايه بقى؟ اجي اهو. ايوه ازوركم. ايوه ازوركم وتشوفوني وبتدعوني وانا بلبي الدعاء او الدعوه، يعني لاني حاسه انه احتمال اقدر اعمل حاجه جديده وابتدي حاجات جديده. تمام. يمكن قبل ما نخش التصوير قبل الحلقه احنا بنعمل المبادره بتاعت مصر جميله. اول ما شفت مدام منى في المكان بقول لها احنا بنعمل كذا كذا. هي مصر جميله طبعا، وهتشوفوا الرياكشن بتاعها معانا لما ننزل البرومو ان شاء الله على مصر جميلة. ممكن تقولي لي حضرتك قلتي ايه لما قلت لك مصر جميلة؟ انا هقول لك حاجات تانية. مصر دي اجمل مكان في الدنيا. انا بحس انه انا جذوري هنا. لما سافرت بره حسيت ان انا جذوري اتقطعت. اول ما رجعت لقيت جذوري بتمد تاني. اللي باخده من بره بطعم بيه الشجرة اللي هي احنا، لكن مصر من اكتر البلاد عظم. مصر دي عظيمه. للاسف هي حصل صدى على الناس فمحتاجه لصقر، محتاجه صنفره عشان الناس ترجع تنور تاني والبلد ترجع تنور تاني. مصر ما فيش احلى منها، لا ناس ولا ارض. الله.
واحنا هنساعد الناس يبقوا كده ازاي او يرجعوا يتألقوا تاني ازاي؟ التعليم يا هند، التعليم، تظبيط منظومة التعليم لازم تتظبط كويس قوي علشان الناس تبقى في مستوى العلم بتاع بره. يعني الناس كلها انطلقت بره والعلم شغال، احنا للأسف بنستهلك ومش واخدين بالنا انه الصناعة دي والتقدم التكنولوجي ده اهم حاجة لازم احنا اللي نعمله مش نستورده. صح. وده ما بيتمش الا بالعلم، العلم هو اللي بيرقي اي شعب. صح، ده حقيقي. معرفش، هل التكنولوجي اللي حاصلة بتفيد في الطبخ؟ الى حد ما. الى حد ما، لانه انت اساسا الاكل ده علم، يعني العلم بتاعه علم الإضافات، أما بتضيف حاجة على حاجة بنسب معينة بتديلك يعني نتيجة معينة. لو الإضافات دي حاجة منهم قلت عن التاني، يعني مثلا حاجة زادت وحاجة نقصت وجيت في الناحية التانية حاجة نفس الحاجة دي قلت والتانية زادت، بتديك نتيجة مختلفة طبعا. وده يعني نوع من أنواع العلم أو الدراسة. التكنولوجي بقى بتاع الاكل، انه انت لما بتستخدم الاجهزه برضو بتديك نتائج مختلفه، وفي نفس الوقت بره شغالين على العلم في الاكل، يعني بيعملوا حاجات عجيبه جدا، بيعملوا حاجات وكلها حاجات من مواد طبيعيه. يعني مثلا بيعملوا كافيار، مثلا يعملوا كافيار من البرتقال، يعملوا حاجات كده هو كلها بقى زي ما تقولوا عاملين مصنع او وركشوب علشان يطوروا طريقه الاكل وطوروا الحاجات اللي بنستخدمها في الاكل. الكلام ده بره يعني خلاص طالعين فوق. عدى كتير يعني. بالظبط، عدوا. صحيح. دايما يا مدام منى لما بنيجي نسافر بلد جديد دايما تلاقي النصيحه ان احنا عشان نتعرف على ثقافه الشعب ناكل اكله. طبعا. يعني اللي يجي مصر حلو قوي. لازم ناكل طبعا على هوا حياتي. قول لي انت بتاكل ايه، اقول لك انت حضرتك ايه. وعشان كده احنا حضارتنا كبيره قوي من اكل. احنا لينا اكل واصول وجذور، الكلام ده اتبنى عليه سيستم اكل معين صحي. يعني ايه او زي ايه؟ يعني لما جم يعملوا الهرم الغذائي، والكلام ده اتعمل طبعا في امريكا وكلام من ده، كانوا بيدرسوا كل شعب بياكل ايه وامراضه المنتشره فيه ايه. لقوا انه الفراعنه ما كانش عندهم يعني مشاكل صحيه الا موضوع البلهارسيا اللي كان نتيجه طبعا نهر النيل. انما القلب كويس سليم، الصحه سليمه، ما فيش اي حاجه. اكتشفوا بقى، حاولوا يدرسوا بقى ده ليه، فكانت النتيجه انه عشان المصريين بياكلوا بقول، ما بياكلوش طبعا دهون مشبعه كتير، بياكلوا خضروات اكتر، بياكلوا حاجات اغلبها صحيه، سمك، طيور، الحاجات دي. يعني اللحوم دي استهلكت في مصر الفرعونيه في مرحله بعد كده، انما اللحوم المصريين ما كانوش بيستخدموا بياكلوا لحوم كان بياكلوا طيور وارانب واسماك، ومش بكميات كبيره. اللي كان بيستهلك هي الحاجات البسيطه دي. ولذلك انت تلاقي الفلاح ياكل ايه، كان ياكل بصل وجبنه بتاو عيش حاجات الخضره بالظبط، يقطع وياكل. واخد بالك؟ الحاجات المتاحه، العدس، الفول، كل الحاجات دي. طبعا كل حاجه خضره بتطلع على النيل كانت مستخدمه في مصر القديمه، فما كانش فيه امراض. وكانت الاكلات بسيطه، تركيبتها بسيطه، وطريقه طهيها بسيطه، ما بتاخدش وقت، ما بتاخدش الثوم والبصل والحاجات دي. الحاجات المفيده. بالظبط. امال احنا جربنا ايه؟ ليه بنحب الحاجات المسبكه والطرب والصواني لما ايه اللي حصل لنا؟ اللي حصل انه لما الاتراك احتلونا، مش اكل الاتراك كله بالنوعيه دي، لا، هو اللي حصل انه المماليك اللي جم، علشان طبعا جم تسيدوا علينا واديناهم اكتر من حقهم، فاللي حصل انهم كانوا بياكلوا الحاجات اللي هم كانوا محرومين منها. وفي نفس الوقت يعني استخدموا الحاجات اللي هي الفاتنينج اكتر من اي حته تانية. يعني الاكل التركي فيه بالزيت الزيتون، انما بتلاقي بقى الناس كلها بتستخدم السمنه، لانه التانيين دول اللي جم كانوا محرومين من السمنه، فبداوا ياكلوها بصوره زياده عن اللزوم،
فالناس زي ما تقول خدت الحاجات اللي هي بتاعت زي ما نقولوا ايه الناس على دين ملوكها. كانوا بيقلدوا اللي هم الطبقه العاليه. بالظبط بالظبط. وحتى احنا بندلل من التاريخ بتاع الاكل الرز بلبن. الرز بلبن ده تركي وكان يعني يطهى في الـ في الـ الـ عند السلاطين في البلاط العثماني. ليه؟ لانه كان زمان الرز مش موجود في تركيا، فجه من اسيا الصغرى دخل تركيا، وفي نفس الوقت برضو حكايه اللبن، مزج اللبن بالسكر والرز وطبخه ده اتعمل في البلاط السلطاني. بعد كده لما جم هنا طبعا اتعمل الرز بلبن، بقوا الناس عندنا هنا في كل مناسبه يعملوا رز بلبن، جاي من الحج يعملوا رز بلبن. بس انا بحب المهلبيه. يعني ما هو اللبيتشي مهلبيتشي برضه تركي. مش يعني الشركسيه والحاجات دي والشركسيه تركي كله تركي. بالظبط بالظبط. احلى شركسيه والدتي بتعملها عشان تعرف اكلك منها مره. بص انا بعملها وحلوه قوي وخفيفه جدا. نعمل مسابقه. بس طبعا والدة حضرتك لازم تعملها. مدام منى، لما يعني لو نرجع نبص زمان زي ما حضرتك بتقولي على جدران المعابد بنلاقي الستات جسمها رشيق. ولما بص للحضاره او الثقافه التركيه الاقي الستات فعلا مليانه بيضه ومليانه ويعني جولري كده في كل حته. واحنا شكل الست او جمال المراه برضو على مر السنين ابتدى يدي اكتر للشكل التركي عن المصري الرفيع الممشوق النشيط. ده برضو عيب في طريقة أكلنا أكيد. ده جزء من الموضوع وبرضو نتيجة الفكر المتغير. برضو نفس الحكاية لما كانوا الجواري بتعتق وكان السلاطين بيدوهم أراضي في الصعيد وكانوا بيروحوا طبعا واحدة بيضة وتخينة حلوة كده هو الناس صعايده طبعا الناس كلها سم فكانوا بيتجوزوهم تبارك. فجت نشات بقى سلاله من المصريين اسمن شويه ولونهم فير شويه افتح شويه نتيجه التزاوج ده. فكره انه المصريه بتبقى كانت رفيعه نتيجه نوع اكلها ونتيجه انها كانت بتتحرك كتير، انما الاتراك كانوا بيعودوا كل حاجه بتتعمل لهم. وحتى حكايه ان يعني احنا خدنا منهم حكايه اللي بتدلك والبلانه ومش البلانه والكلام ده كله شغل اتراك. الستات لما كانوا ستات اللي هم كانوا بيقعدوا ما بيعملوش حاجات كتير، يعني في ناس كانت بتخدمهم. الست المصريه العاديه كانت بتشتغل في كان قطاع من الشعب المصري القديم كان له اللي بيخدمه وكان في واحده تزوق وكده، بس كانت دي الطبقه اللي هي طبقه الناس الاغنياء. انت عارفه المجتمع المصري القديم كان طبقات. كان الاغنياء واللي هم الكهنه والفلاحين، فكل طبقه كان لها طريقه في التعامل. لكن العادي والوسط الست اللي بتعمل وتساعد جوزها والفلاحه، بالعكس الست المصريه كان لها دور فظيع، يعني متحركه ما هياش قاعده. مدام منى هسألك سؤال وتقولي لي السر بتاعه ايه؟ اتفضل. صينية بطاطس عادي جدا باللحمة. حطيها في فرن بلدي بتاع ناس فلاحين قاعدين على في الفلاحين. وحط نفس الصينية تاني في فرن بأعلى تكنولوجي ممكن يحصل ونهدي عليه ونعمل كل حاجة. أنهين أطعم وليه؟ في حاجتين. أولاً طريقة إعداد الصينية دي حاجة. ثانياً طريقة الطهي الهادي على فرن بلدي. الفرن البلدي بيبقى غالباً مش بالجاز أو كده، لا بيبقى حطب وأوالح هو ده وحاجات ده سر من الأسرار. الفيومز أو الروائح بتاعة الفحم بتدخل جوه الصينية، إلى جانب موضوع الطهي على الهادي. الهادي بتاع الفحم غير الهادي بتاع الفرن. ده لازم تعرفه. إلى جانب إن صينية البطاطس لها طرق عشان تتعمل، ودي اللي أنا اكتشفته من أمي لأنه كانت هي عندها أجمل صينية بطاطس الله يرحمها. يعني ليه شوية حاجات؟ البطاطس لازم تتنقع في مية وملح وتتشطف علشان ما تنشيش. دي كانت تريك لأنه أنا ما كنتش بعرف أحطها تتعمل وبعدين نار عالية بقى تنشي، فكنت أتعكنن قوي. لازم تتسبك على الهادي بعد ما البطاطس تتغسل وتتشطف كويس ويتحط الحاجة وتتبل وتستنى شوية
قبل ما تحطها في الفرن علشان الطعم يبقى يمتزج في بعضه. وتتبل بايه بقى يا مدام منى بما ان احنا بناخد كل الاسرار؟ شوفي طبعا لو حطيتي لحمه بتعملي بقى تضربي طماطم وتضربي معاها صلصه وسندوتش عايزه لحمه وكده وفلفل وملح زيت زيتون وزبده او سمنه. الله شوفوا الاسلوب يعني. انا جوعت من جوع بعد ما شفت الموضوع ده. انا طبعا فقرتنا اسمها فنجان قهوه فلازم نعزم حضرتك على فنجان قهوه ان شاء الله قوي يعجبك باذن الله علشان افوق ولو اني فايقه من الجو كان. شكرا ميرسي يا عصام. الاسلوب نفسه بتاع الاجواء بتاعت الاكل يعني واحد من الناس باكل مع الناس يعني لما القعده بتبقى حلوه هفضل اكل ممكن اتغدى مره واثنين وثلاثه وعشره لو معايا حد مش مشجعني شويه ممكن اكل اللي هو حته ومسيه فاهم حاجه دي. اسلوب حضرتك في انك بتشرح لنا ازاي نعمل انا جوعت بصراحه علشان انا بحب اللي بعمله عشان كده وصلت فوصلت بس مش اكتر من كده صح. بنقول ان العين بتاكل قبل البق فبرضه مهم ان احنا نقدم الاكل بشكل كويس يعني شكل ولون يا هند يعني لون الاكل والشكل والريحه بتخليكي بيحصل نوع من الاشباع جزء من الاشباع بيحصل نتيجه العوامل دي فطبعا عندك حق وده برضو مهم ان كل ام او كل ست مصريه تبقى حريصه انها تقدم ده من خلال الاكل اللي بتقدمه لولادها ولجوزها وفي بيتها في العاديه اذا حبت يعني انا لا اضغط على ست بجد واقول لها مثلا لا لازم تطبخي في ناس ما بتحبش سيمبلي ما بتحبش اذا كانت مضطره فبتعمل حاجات بمنتهى البساطه يعني اذا حد بيساعدها ما فيش مانع بس انا موضوع الاكل ده ما احبش ابدا اقول لواحده ما بتحبش لا لازم تطبخ. طب انا عندي اعتراف يا مدام منى عايزه اقوله لحضرتك احنا سجل والله جد انا كنت بطلع مع حضرتك فاكره في برنامج زينه وكنت منبهره جدا ان مدام منى شيك وبريزنتبل في طريقه كلامها بتعرف تطبخ حلو جدا يعني انا عمري ما عرفت اطبخ قبل كده لغايه لما قابلت حضرتك واخدت منك وصفات وكنت بتمشي معايا بالتليفون كلمه بكلمه لغايه لما النهارده الحمد لله يا رب وبشهاده يعني الجميع بيقولوا اتعلمت يا مدام منى احمدك يا رب عشان انت عايز نحكم على الموضوع ده ما حكمناش لسه ما فيش ما اكلتكوش ما عملتش حاجه لا دي كانت بتسال على حاجات سوفيستيكيتد يعني بالبرتقال اهلا بيها كده تمام اخبار بس انت بتحطي نفسك خلاص بط بالبرتقال معاه الاخر اصعب حاجه طبعا طبعا لا لازم نجرب الاربع الجاي ان شاء الله نجرب موضوع البط بالبرتقال تدبيسه على الهواء وكل الكرو بتاعنا ونقول للساده المشاهدين الطعم هيبقى عامل ازاي لا عايزه مزرعه عايزه مزرعه بط بقى مدام منى ايه راي حضرتك في ظاهره الشيفات الرجاله؟ مالهم؟ حلوين يعني يعني والله الرجاله يعني بيعرفوا يطبخوا؟ انا اعرف ناس كتير كويس بتطبخ يعني انا ما بعرفش اطبخ انا بخش اعك المطبخ كله واطلع هي انا هقول لك حاجه انا دايما فن الطهي وعلم الجاسترونومي يعني انت ده فن ما هواش عك ما هواش تاديه واجب اللي بيعرف فيه بيحبه يعني بيحبه بيعرف فيه انا شفت ومرات كنت بروح ما بخرج بسافر بره طبعا محلات الحلل والكلام دي هي الهدف بتاعي فمرات كنت وانا في فرنسا بروح محلات اللي هي بتاعت النحاس بقى الحلل النحاس قابلت بقى شيفس امريكان مش عايزه اقول لك لوردات وماشي واقف كده مبسوط زي بالظبط فرحان قوي بالحاجات اللي هو بيشتريها بفخر لانه هو حابب ده الطهي كانك ترسم لوحه او تعزف قطعه موسيقيه بتطلع حلوه ولما بتعمل الاكل نفس الحكايه بتحس ان انت بتعزف انك بتطلع لحن جميل بتحس انك بتعمل حاجه جميله لو انت بتحب او انت تالنتد لانه دي موهبه طبعا ربنا بيقول لك النفس موهبه صح لانك بتحط روحك في الحاجه ولما الواحد كمان بيعملها بحب يا مدام منى بيطلع الطعم مختلف طبعا مفيش كلام بالنسبه للنفس لازم نشهق واحنا بنعمل ملوخيه دي بقى ايه بص انا هقول لك حاجه طبعا رغم انه الواحد لكن بصمم وبعدين اعملها وبعدين اقول بقى اللي عرفهولي يعني انه وبعدين حماتك تقول لك سكر سكر لان طبعا هنخاف من الحموات بس حماتي كانت ست محترمه وجميله الحقيقه فبتطلع حلو
ما اعرفش ليه بتطلع حلوه. مدام منى احنا خلاص يعني الوقت خلص للحوار، بس حضرتك قبل ما نطلع على الهوا كنا بنتكلم ان انت عندك حلم لمشروع جديد او يعني فكره جديده عايزه تقدميها باذن الله. كلمينا عن حلمك اللي ممكن ان شاء الله يكون يعني يتحقق ونشوفه من خلال التلفزيون المصري. ما ده انا اللي بقول عليه، ده اللي هو ماي بيبي يعني، اني اعمل برنامج الف في محافظات مصر، اطبخ كل الاكلات المشهوره بيها وارخ للاكلات دي، هل هي اصيله في المكان وهل المواد المستخدمه جت ولا هي من المكان، لانه في بلاد اكلات دخلت لها نتيجه انها مثلا كانت على الساحل زي دمياط، في حاجات دخلت نتيجه ان هم كانوا سواحل الناس كانت بتجي لهم حاجات جديده ظهرت عندهم. عايزه يعني اتكلم عن كل الاكلات المشهور بيها كل البلاد لغايه النوبه. واطبخ واعجن وافرد فطير ونقعد على المطرحه كده على الارض. ايوه انا واحده صعيديه. احنا ممكن نيجي نتفسح معاك يا مدام منى. هي هتبقى متعه، ونحضر الافراح ونشوف التقاليد والعادات بتاعتهم. كل ده الحلم بتاعي، لانه هو ده لازم اقدم حاجه جديده لما ادخل وارجع تاني. صح. لازم اقدم حاجه جديده. الجديد بتاعي ان انا عايزه الف مصر كلها من اولها لاخرها، عشان الناس ما بتعرفش، يعني في ناس ما بتعرفش الاكل النوبي، ناس ما بتعرفش الاكل في اسوان، في ناس ما بتعرفش اكل دمياط، اسكندريه في اكلات ما حدش يعرفها، فعايزه بورسعيد بالظبط. يعني انا عرفت الملوخيه اللي بالجمبري دي، الله انا عمري ما دقتها، بس كل الناس بتقول عليها تحفه. انا كنت عند في بورسعيد وواحد مشهور وكده، قلت له انا عايزه اكل ملوخيه بالجمبري لاني سمعت عنها في منتهى الجمال حقيقي. عموما الاكل ثقافه وفي وحضارة. نفس وحضاره، وفي نفس الوقت بيعلمنا كمان ان احنا نتقبل الاخر او الحاجه اللي احنا ما نعرفهاش، لانه نستمتع بالحياه برضو. ما ده اكيد طبعا. لازم ناكل عشان نعيش، مش عشان نعيش عشان ناكل. بس انا بقولت العكس، موريال قال كده بمان. لا بس الاكل متعه متعه طبعا من متع الحياه، وان شاء الله بنتمنى ان حلم حضرتك يتحقق ونشوفه من خلال شاشه التلفزيون المصري، نتعرف على ثقافات المحافظات المختلفه والاكلات اللي احنا ما نعرفش عنها حاجه. ميرسي يا مدام منى، نورتينا النهارده. انا انتوا منورين المكان ومنورين البرنامج، وانا متابعاكم على الفيسبوك. ميرسي لحضرتك. حاجه تستنينا بقى عشان نقعد نفطر مع بعض بعد البرنامج ان شاء الله. معاكم 100 100. احنا فاصل ونرجع نواصل لقائنا مع حضراتكم، فقرتنا القادمه مع المطرب اسامه كرم الله.